لما أراد العباس الخروج امتدت يد أمير المؤمنين إليه وأمسكه من يده. بني عباس اجلس فأنت ابن فاطمة، قعد. أنا عندي وياك وصية خاصة، وصية من الزهراء. من تنزل نهر الفرات اتذكر أخوك حسين، واتذكر علي السجاد، واسكن يا نور العين، واذكر عطش عبد الله يحوم عليه طير البين. قال لي يا الأبو وافيه ولو قطعوا إلي شفين. يلا عم بصوتك يا يلا. قال لي يا الأبو وافيه ولو قطعوا لمن نزلتوا كربلا وحاطت بك القوم وعاينة ماي المشرع على حسين ملزوم، ليكون تشرب قبل ما يشرب المظلوم، ليكون تشرب قبل ما يشرب. قال لي يا من مطبور راسه في سجوده، قال لي يا من مطبور راسه في سجوده، تدري بابو فاضل يا ابو النفس الودوده، لحسين جيب الماي لو تقطع زنوده. قال لي يا ابو فاضل ودمع العين منثور، بوصيك يا ابني بالوديعة ام الخدور، عينك عليها بكربلا وفي يوم. قال لي يا حصن الدين يا حامي الشريعة، ما يحوج توصيني على حفظ الجفوف بحميها ولو طاحت قطيعة. ولهذا أرباب التاريخ يقولون إن أخوات زينب، زينب وأخوات زينب كن ينمن في كربلاء قريرات العين، ها، رغم أنها محاطة بالأعداء، ما دام راية العباس خفاقة على رؤوسهن. عباس يا حامي الضعينة والحرم، بحماك قد نامت سكينة في الخيام، صرخت ونادت يومئذ سقط العلام، اليوم نامت أعين بك لم تنام. صور هذا الموقف المجرح، العباس يحرس مخيمات الحسين مو فقط في الليل، في الظهيرة، ها، الشمس تصب شواظها على كربلاء، وإذا يرى منظرا ألفت انتباهه. ماذا رأى؟ ها؟ رأى امرأة متجلببة بالسواد تدخل خيمة وتخرج إلى أخرى، فزع مذعورة، لحق بها. أمت الله قفي هنيئة، استدارت وإذا بها مولاتنا سكينة. ما الذي أخرجك بنية؟ لماذا خرجتي؟ وقف يحرس خيام حسين على مهرة يدير العين، لن ينظر أشد منظر يشطر كل قلب شطرين، يشطر كل قلب شطرين. شاف سكينة من خيمة إلى خيمة تجرونين، ناداها بحنان وصاح إيش صاير يا بنت حسين، ما ردت ولا بكلمة
بس رفعت له الإيدين شاف الطفل عبد الله ضامي غاير العينين. شوف الطفل يا عمي أصفر يابس الشفتين حاله مزق فادي خوفي نفقده الحين. شو جواب العباس؟ اسمع اسمعها. ضمها وضم اخوها وياه اسمع اسمعها وناداها يا نور العين اجيب الماء يسكنه ولو كان الثمن كفه ولو كلفني سهم العين وصابوا بالعمد الجبين وسمحي لي يا نور العين ابكسر ظهر ابوك حسين. ما تحمل العباس هذا الموقف دخل على ابي عبد الله. ابا عبد الله اطفالنا تموت عطشا. تقول الروايات الحسين ارخصه رخصة مقيدة لطلب الماء. ها جاء العباس بأبي وأمي وقف أمام القوم وعظهم فلم يتعظوا. قال لهم هذا الماء يجري كبطون الحيات تشرب منه الخنازير والكلاب وبنات رسول الله يموتون عطشا. قال الشمر يا عباس لو كان وجه الأرض كله ماء ما سقيناكم منه قطرة. هنا هاج العباس بأبي وأمي خاض فيهم الخيل جياها وكل من اهتال ورجال كردسها بالرجال خلوه يشرب ماي الزلال ولا محل اول معتال تسلم يمينك ويا الشمال. كشفهم عن المشرع بابي وامي ها وملأ القربة ماء ووضعها على كتفه فأحس ببرد الماء على كتفه فغرف غرفة يريد أن يشرب لكن شيئا حال بينه وبين الشرب من غرف عباس من ماي الفرات راد يشرب شاف صورة تكلمه خجل ذب الماي وانصاب بذهول شاف وسط الماي صورة فاطمة. ذب الماي شاف الماي لكن ما شرب قطرة. أبو فاضل تذكر مهجة الزهرة خرج بأبي وأمي خرج ليوصل الماء إلى مخيمات أبي عبد الله. حالوا بينه وبين المخيمات العباس بأبي وأمي استفرغ كل قدراته لإيصال الماء إلى المخيمات. حول عليهم حيها الشوف ولا يندفع برماح وسيوف وحسين واقف للأخو يشوف ينادي ودمع العين مذروف تسلم يا ابو فاضل هالجفوف. خاض فيهم كأبيه حيدرا وإذا بالطف تغدو مجزرا غير أن القوم كانوا غدرا قطعوا يا زينب منه اليمين. ثار بالسيف وبالكف الشمال صنع القتلى تلالا وتلال غير أن القوم في غدر احتيال
قطعوا يسره يا أخت الحسين. اسمع اسمع. وسهام القوم جاءت كالمطار، وقع السهم فأطفال النظار، وعلى الهام عمود فانكسر. خر جنب النهر من دون يدين. يقول حميد بن مسلم جاء الحسين مسرعا مسرع، لكن وقف بعيدا عن العباس، نزل حمل شيئا من التراب نفضه قبله، مشى خطوات حمل شيء آخر، اسمع اسمع، نفضه قبله وضعه على عينيه، ها وضعه على عينه، دقق للنظر وإذا بهما كفي أبي الفضل العباس. اسمع لسان حال الحسين شنو يقولها، اسمع اسمع، ها حملت جفوفك بإيدي وفي قلبي تشب جمرة. ليش يا حسين؟ قبل لا أنذبح خويا بسلم همي الزهرة. بتوقف في القيامة هناك بتصرخ تهمي العبرة، يا ربي قطع هالجفين لحسين انكسر ظهره. وضاعت بنتي الحورة وقف عليه الحسين بأبي وأمي. يلا ها حضر قلبك، ها رآه بتلك الحالة، ما تحمل الحسين، أراد أن يحتمل قمر بني هاشم إلى المخيمات. العباس قال وين 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 أبا عبد الله؟ قال أريد أحملك أخويا. قال لا لا لا، دعني دعني دعني، أستحي أرجع إلى المخيمات. صحت يا أخويا ادخيلك إلى الخيمة أبا شيلك، تجي له زينب تجي لك. قال لنا عندي عذر، ها ما هو العذر؟ يا خويا لرفعت جسمي ومن بعدي تظل مرمي، وسمعت في المدينة امي تقول البطل ما وفى. بعد عندي عذر ثاني أبا عبد الله، ولو شافتني سكينة تقول الماي في وينه، يا عم العطش ما ذينا وحان من العطش حيني. إذا مو مقتنع يا أبا عبد الله عندي عذر أعظم أعظم، هذا لازم تخليني ها على شاطئ العلقمي، ما أتحمل أرجع. ولو أرجع للمخيم وراسي بعمد مهشم، قلب زينب بيتحطم إذا شافت سهم عاني. يا خويا على الثرى خلني إلى الخيمة لتحملني، تراه الوعد خجلني وأطفالك ينطروني. وحق ضل عمك الزهرة يا خويا خلي على الغبرة، كسر ظهرك شنو يجبرة، وابو فاضل يقل السهم ما ذيني، سامحني وشيل السهم من عيني، وقوم وشوف طاحت وين شفيني. فك عيون خيها والسهم شاله، وسالت من عيون دموم سياله، وظل يبكي على البرق وشياله. جا شاعر اخر قال لا، العباس ما قبل ان يشال السهم من عيونه. ليش؟ سهم عيني فلا تشيله،
قسمت براسك الغالي اخاف انظر الى الزينب يا اخوي مسلم اقبالي صعب شلون اشاهدها واشوف بعيني حالتها تركض والشمر يركض وراها يجرع بايتها تريدي ارجع ابو فاضل سؤال يجول في خاطري وبودي ان تجيب عليه برجع ما عندي مشكله لكن جاوب على هذا السؤال ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعه قال يا مظلوم تدري بالوفاء شي موت عصب راس اخوي هو صفق جفوفه عود للمخيم زينب تشوفه شافت راية العباس ملفوفة اسمع وش تقول زينب ماذا تقول زينب بأبي وأمي تقول يا أبا عبد الله رجعت وحدك يا حسين تمشي وتصفق الراح ليكون شيال العلم طاح قالت يا ابو فاضل قوم لي ما اريد امشي سبيا يركبوني على المطية وادخل الكوفة هدية والغروب تنظر إلي أبا عبد الله عندي فرصة أروح إلى العباس لو بيت الدعاء ها في فرصة أروح إلى العباس لو لا ها أستطيع الذهاب إلى أبي الفضل لو لا ماذا يجيب الحسين اسمع ماذا تقول بأبي وأمي قالت أنا رايح العباس أقعد وركب جفوفة فوق زندة شو جواب العباس لكن ما هو جواب العباس على ما تريد زينب بأبي وأمي كان جيتيني يا زينب غطي وجهي برايتي ليش ابو فاضل مستحي منك يا خيا واعظمها خجلتي والله مو بيدي تصيحي يا كافل واعظمها ضيعتي اللهم كن لوليك الحجة
سبحان الله.